ساعتنا ثانية اش مديها ممثل قدير سنوات من النجاح في الدراما والمسرح زيدا المرادية نحكي ودراما يطلع علينا في دور المحامي دور مغاير على الدور اللي تخدمه قبل نحكي عن ممثل القدير سي سلاح مصدق ونحكي زيدا على أولاد الغول. مرحبا بك سي سلاح، رمضانك مبروك، صحة شريبتك. صحة شريبتك وصحة شريب كل المستمعين ومرحبا بكم. سي سلاح باش نبداو بولاد الغول ومن بعد نمشي للسيت كوم ما نسيتوش ها، دونك خلينا نبدا بولاد الغول هاي ودور المحامي. شفناك في دور مغاير شويه على اللي شفناك عليه السنوات الاخرى الكل ولا سنوات الكل، زاد ديما سي سلاح مصدق في دور الطيب. هذاك هو لا عملت ادوار شريره، عملت زوز ادوار كانت تفكروا في ماتوس والريحانه زاد انا ستان بيرسوناج اللي فهمتني هكا يتلعب شويه يا اخي رجعت لنا في ولاد الغول. رجعنا في ولاد الغول وهي محامي اللي يتلعب زاد دونك راهو الاكتور سي بالنسبه لي انا ديما في الاسبري نتاعهم البويا دونك يتلون جميع الشخصيات الكل. دونك المره هذه ان بيرسوناج اللي هو فهمتني عنده علاقه بالمحاماه وبال معناها شورتو النوعيه اللي تتلعب معناها بالقانون لانها عندها لو بوفوار نتاع القانون دونك تعرف كيفاش تتصرف. شخصيه مؤثره هي بتدخل ماهيش كل حلقه نشوفوها لكن مؤثره في احداث المسلسل ونحس اللي السر كل عند المحامي في اولاد الغول. هو سيلوي كتير اللي في سيل في الاخر معناها هو اللي يحرك معناها فهمتني يحرك هو القضايا يحرك العباد يحرك فهمتني الشخصيات الشخوص اللي الدور موجوده وينجم يتحكم زاد باركوا فهمت وينجم يسير فهمتني وينجم يغلب حد على حد. اي دونك حتى ولو يبدا من بعيد حتى الظهور نتاعو قليل ما يحكيوا عليه يكون فعال في الحضور وفي الغياب دونك اللي لا معناها موجود حاضر بالغياب معناها اليوم سي سلاح قديش مهم الممثل سورتو كي يبدا ممثل عنده كارير كبيره ما شاء الله قديش مهم انه ياخذ دور رئيسي ولا دور مش رئيسي ولا ياخذ دور قليل الحضور معناها ان بيرسوناج سي ان بيرسوناج والشخصيه كيما تنجم تظهر في ثلاثة سوايع كيما تنجم تظهر في درج معناها يلزم تكون فما بيرفورمانس معناها في الأداء باش تقنع مي شخصية سي شخصية فهمتني يعني ما يقلقكش سي سلاح جوستومون ما يقلقنيش كبر الدور ما يقلقنيش بالعكس أنا لعبت شخصيات الطويلة ولعبت المتوسطة ولعبت القصيرة ولعبت معناها أدوار اللي هي معناها شرفي معناها فهمتني تلقى فيه دو تروا سيكونس ولا حلقة كهو ساعات ولا حلقة كهو شكون باش يعملهم لي بيرسوناج هذوك إذا كان مش لاكتور اللي هي هذيك خدمته هذيك البروفيسيون نتاعو دونك هو يلزم في الوقت الضيق هذاك يكون بيرفورمون في اللحظات هذيك في الدقائق هذيك إذا كانهم دقائق دونك لازم يكون فهمتني معناها موجود وحاضر وجينيرالمون اذا كان ممثل باهي اثر معناها اكيد ساعات ممثل يظهر في مسلسل درج يقعد يحكيوا عليه الحلقات الكل دونك في برشا مناسبات احنا صارت لنا قبل في المسلسلات القديمه تواتي معناها انك ماهوش بريمير رول تبدا انت في دورك مثلا الرابع ولا الخامس واحد وكذا ولكن هو اللي يقعد في الذاكره صحيح خاطر العمليه راهو عمليه احساس راهو سي اون سونسيبيليتي معناها فهمتني اي بوي المتفرج كيفاش باش يقبلك انت تقنعه ولا ما تقنعوش قضيه اقناع حبك ولا ما حبكش اثرت فيه ولا ما اثرتش فيه هذا الكل مهم في لعب الشخصيات معناها وتاثيرها على المتفرج معناها الشخصيه اللي لعبتها في ولاد الغول اثرت على المتفرج سي سلاح معناتها يوصلوك دي ميساج وردود الافعال انا ريت انا الحوصله تو ناخذها من عندكم انتم خاطر ما تفرجش انا راهو في رمضان ما تفرجش في روحك؟ جينيرالمون نتفرج لا ولا ما تفرجش تفرج كان بعد رمضان جينيرالمون معناتها مش من الممثلين اللي لازم تتفرج في روحك لا 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 انا من ولا ما نتفرج ديما في الاخر نتفرج تبين في الوقت الضيق على الاخر نتفرج ديما ما تاخر لي كومونتير شويه نحس العباد تشوف لي كومونتير تشوف التحركات نتاع الناس معناها لي رياكسيون في الشارع انا نقرا هذوك اهم لي من واحد خاطر او فيت سي لو بوبليك بالنسبه لي انا سي كوم اون لونترن اللي تضيء الطريق وتنير لك الطريق دونك هو اللي باش تاخذ منه معناها التواصل تاخذ منه مشعل ينورك ثنيه يقول لك ربما انت غلط لهنا باش قبلك كان تمشي هكا دونك وتصلح عن طريق بالعكس المتفرج دونك تقدم خدمتك وتقعد بالمجد نتفرج
سي سلاح اكيد مذيبك ما تفرش ماشي نزلك على العمل ككل، لما ولاد الغور ودود الافعال خلطوك سيغتنمو على العمل الكل بعض معناها فما المؤيد فما اللي ما يعجبوش فما اللي يعجبه فما اللي يحكي عن لونتور فما معناها هذا الكل انا ما نجم انا نقيم التقييم هذا معناها لو فينال معناها واحد كذا لما انا بدي نفرج معناها اليوم اولاد الغول خذا احسن اخراج احسن صوره في المسابقه على الاذاعه الوطنيه احسن صوره راك تحكي على المغراوي معناها المغراوي بيان سور هو لي جونسين ست موسي مراد بشيخ اللي بيان اوسي معناها وعنده تجارب معناها واحد وكذا مغراوي اي قولي سامحني سي قولي معناها فما اون بليس معناها فما خرافه فما حكايه خاطر احنا قرينا شويه لو سيناريو وقت اللي احنا نصوروا دونك نعرفوا اللي فما خرافه وفما حكايه وفما حاجه معناها كونسيستونت معناها مغراوي اللي تعرض لانتقادات سي سلاح في الحلقات الاولى برشا انتقادات على الإذاعة اللي اعتبروها تحب نقول لك أنا حاجة مسلسل نتاع 30 حلقة ما تنجمش أنت تحكم عليه من 5 حلقات الأولانيين ولا 6 ولا حتى 10 معني سي امبوسيبل ليه نحكي على الإذاعة قالك أظلم شبيه لوميير هكيكة في المسلسل مش مستنسين شبيه أظلم ياسر بقى انا ما تفرجتش ما نجمش نقول لك ما نتصور المغراوي معناه يخدم خدمه نظيفه معناه خادم في اعمال عربيه ناجحه خادم في عربيه ناجحه بالكدا وكبيره برشا وتفرجنا فيها بيان سور وخدم سينما خدم كذا ما نتصورش معناه جنتي با معناها ليه هكا الرد وصل له تختار احسن اذاعه واحسن صوره للمغراوي دونك ما مزدش ما عاد فما كلام جوستومون سي سلي اذا كان فما ظلام اذا فما فهمتني حاجات دوبسكور وكذا راهو معناها سيت اون اكريتور راهو الليمير زاده كيما الاخراج راهو كيما النص بيان سور كيما الممثل دونك كلها اكريتور تهز في نفس الخط وفي نفس السياق تحيه مدام رفيقه بوجداي اي دونك سينو كان ينجم يحط لك 4 بروجيكتورات قويين ضاويين وتخرج تصويره ضاويه تشعل تعمل هكا ما اسالش منهم فلوس مش هذا اي هو مش هذاك اللي بيه الفايده اللي بيه الفايده الصوره لازمها تحكي معناها الاوبسكوريتي لازمها زاده تحكي اذا كان بيان سور في نفس السياق سي سلاح كيفاش كان التعامل مع الممثل زاده فتحي الهداوي اللي اكثر هذول اللي سيكونس مع صفات بالنسبة لفتحي معناها خدمنا مع بعضنا على تجارب برشا من التياترو معناها خدمنا مع بعضنا من العوادة وانت جاي دونك خدمنا برشا أعمال كو سوا في التلفزة ولا في مسرحية دونك الخدمة مع فتحي سي توجور ممتعة وسي من لي كوميديان الكبار اللي عندنا في تونس دونك جو برون بليزير وقت نبدا نخدم مع ممثل معناها في الكاريزما نتاع فتحي الهداوي دونك ما نجم نقول كان حاجه باهيه عليه لانه بالحق ممثل كبير وقدير زاد. الاكتشافات لي جون اللي خدموا معاك سي سلاح اللي هما اولاد الغول ما نعرفش حلمي اكيد عنده تجارب قبل مش حلمي عنده تجارب اي بيان سور معناها ممثل قدير معناها اللي بيه ممثل قدير اسمعني في الاخر بكل راهو انا ديما نقول لهم احنا لقينا شكون وقف معانا توا احنا لازمنا نقفوا مع اللي طالع معناها نمدوا ايدينا للوليدات اللي هي عندها الغرام وعندها الطاقه دونك هما عندهم انرجي وعندهم طاقه اخرى فهمتي واحنا عندنا الاكسبيريونس التلاقح حاجه مهمه برشا باش على الاقل الحق للدرامي نتاعنا يكون في المستوى وذات قيمه معناها عنده معنى فهمت سي فغي وهذا قلته في النوبه زاده سي سلاح نتذكر على نفس الاكتشافات نتاع النوبه سي سلاح انت من الممثلين سي سلاح اللي يقول لك الممثل باش نقول عليه ممثل لازم يكون عامل مسرح والا انت تستعمل كلمه الدخلاء على على القطاع لا انا ما استعملش الدخلاء هذا ميدان هذا الميدان يهم الناس الكل وكل من عنده غرام ويحس في روحه عنده طاقه فهمتني بالنسبه لي انا مرحبا به معناها بالعكس فهمتني ساعات انا نقول لهم كل انسان يمشي على الارض بطبيعته هو ممثل نقول لك انا كي ترجع لصغرك انت وتحب تبلعط على ابوك ولا على امك ولا اخوك ولا اخت وتعمل له فيلم تقنعه معناها في المومون هذاك انت ايش عملت انت قمت بسين اللي هي مش نتاعك ولكن خلقت انت وقتها ونجمت تعديها على كذا سوف كل فرق وين وقت اللي تولي انت باش تمثل تقول انا باش نمتهن هذيك وقتها يقال لك البلوكاج هنا تدخل الصنعه
وتدخل الموهبه وتدخل التمرين والاكزرسيس هو اللي باش يهزك فهمتي للخط هذاك فهمت دونك باش يكون زاد انتروتر معناها باش انترجيمي باش ينجم يكون واحد ممثل واحد وكذا من الثنايا اللي نجم يتعدى به يدوا باسي بار لو تياتر لانه المسرح فهمتي ثم وين تعمل التمرين ثم وين تتعلم تتنفس وين تتعلم تتخيل وين تتعلم فهمتي تمشي وين تتعلم تحسب الوقت في الاسباس وتعيش الجو دونك سي سا هذاك علاش بالعكس يفيدك في التكوين التياتر يفيد في التكوين اما ماهوش يحكر على فلان ولا على فلتان فما ناس اللي هي قراته فهمتي وهذا معناها اكاديميا هذوك ناس معناها زاد سي با ايفيدون ينجم يقرا لكن ما ينجمش يكون ممثل باهي بيان سور مخرج باهي ينجم يكون ناقد باهي ينجم يكون سيناريست باهي لكن ما ينجمش يكون ممثل باهي لانه ما عندوش فهمتي النبذه نتاع الاكتور فوالا سي سلاح من الدراما نمشيو للكوميديا اسماء كبيره منمومين في سيت كوم سلسله هزليه لا طاح لا دازوت عدا على تلفزه تي في سي عبد الحميد قيس سلاح مصدق حاتم بلكحل مدام سهام زاده مصدق وثله من الـ من الـ من الاسماء والنجوم وحتى شباب من صفاق زاده جوستومون مشاركه للفنان زاده حسين عماره تحيه لي دونك هل لما هذه سي سلاح وفما الناس بتتخ عندك برشا ما خدمتش معاهم في اللمة هذية قديش اليوم كي نحكيو على الكوميديا هل بالحق تونس تعيش أزمة كوميديا؟ والله شوف راهو الكوميديا الكوميدي يلزمها ساعة فما الكوميك دو سيتواسيون فما برشا حاجات خدمة أخرى بون احنا مازلنا نلوجوا في رواحنا ما نخبيش عليك فهمتني في الأجواء هذية دونك التجربة هذية كانت هو اللي فتح مجال معناها ناسنا وعبادنا اللي موجودة في صفاقس وحاولنا نعملوا معاهم تجربه فهمتني بون نحاولوا نعملوا جاهدا ان تكون تجربه معناها تفيد شويه تفيدنا طريف وتفيد زاد الناس والوليدات اللي هما موجودين غاديك خاطر ابريكو سي ديجا وحبوا يعملوا محاوله وحتى كي اقترحوا علينا احنا معناها باش نمشيو من هنا في تونس قلنا برا خلينا نعيشوا تجربه مع ديجا باش ما نعملوش بون كانت تجربه متواضعه معناها واحد وكذا ان شاء الله بوتيتر تتطور وتولي فتني حاجه اخرى وابريتو الناس يلزمها بدايه باش نجم بيان سور يلزم نحطوا ساقيهم بشويه وانت تون فتني الثنيه معناها حتى نلقاو الخط الصحيح والنظيف الكوميديا السنوات الاخيره سي سلاح ماذا بك انت ما تفرجش رمضان السنه عنا أزمة تقولنا مازلنا نلوجوا في رواحنا والكوميك نتاع متى كوميديا المواقف هذيك كل لكن قبل فما دي سيت كوم ما شاء الله مات سنوات نتفرجوا فيهم وكان رمضان ما نسمع سيت كوم فما سنوات أخيرة الكوميديا تبدلت بالكل معناتها نوع الكوميديا تبدلت ونحكيو عن النص زيادة اسمعني راهو كيف تتبدل فما توت اون جينيراسيون تجيب حاجات أخرى جديدة ربما بأذواق أخرى اللي هي ماهيش كيف معناها فهمتني توا كيف نقول انا جينيراسيون قديمه خلقت روحها وعملت حاجات توا عايشين في جينيراسيون اخرى ربما ترى الكوميديا القديمه مش في بلاصتها ويحسوا ان الكوميديا نتاعهم هي جديده كل شيء نسبي راه فهمتني دونك تقعد ندور حتى في الاخر ربما نلقاو الخط اللي يفيد الناس وبالمجد معناها تولي الناس تتمتع وتلقى المتعه نتاعها سي سلاح مصدق أن القدام ديما أحسن إن شاء الله. إن شاء الله كي تتفرج في الكوميديا الجديدة، هل الجيل الجديد تاع الكوميديا تضحك ولا ما تضحكش؟ تحب نقول لك أنا حاجة؟ قولي. معناها أنا من أصلي معناها نتبسم ديما مش نضحك، ما عنديش نوع نتاع الضحك معناها الكبير، مي فما مواقف اللي تنجم تضحك، فما مواقف اللي تنجم تعمل عليها كيف، فور اكزومبل كي ناخذ انا في الجيل نتاعي انا القديم واحد وكذا، انا مثلا ما كنت نضحك برشا على الامين الهادي لانه في كمال السويتي فهمتي اللي هما تنجم تلقى معاهم فهمتي ضحكه اللي هي سبونتاني ومخدومه وخارجه من الداخل معناها ماهوش اكسير، ما تعرف احنا في الاداء التمثيلي فما نوعي فما الاداء اللي هو يخرج معناها من الفم حد الفم معناها كذا سي اون ريفليكسيون معناها من الراس للفم هكا دونك تتفايش وفما حاجه اخرى اللي هي تنبع من الانتيريور ومن الداخل معناها فهمتني الحركه تصير من الداخل دونك الحركه جينيرالمون اللي تصير من الداخل هي اصح بيان سور من حاجه اللي هي اكستيريور فهمتني واحد وكذا هذا جيل قديم الجيل الجديد ما فماش اسم تستحضره يضحكك ما من
والله ما انا عنديش فكره 100%. اي ماذا ما عندكش فكره، ما فماش اسم تستحضروا، ما عطيناش حضرت حتى اسم الحقيقه سي سلاح. ما نستحضر معناها فدي واحد بكذا واحد كان فما انسان ضحكوا باش يقعد في الميموار، ماذا فما شيء في الميموار معناتها فما شيء يشدك الحقيقه معناتها. انا هاني قلت لك انا خاطر صعيب ديجا معناها خاطر انا في مخي معناها سي توجور خدمه على بيرسوناج يضحك ولا درامي ولا كذا شخصيه، معناها شخصية كيفاش باش تكون هكا فهمتك، معناها باش نبدا حاجات اللي معناها الضحك هكا الضحك ربما ضحك للضحك اللي هو ما فيش حتى شيء، وثم الضحك اللي هو امير زاد تضحك على حاجة معناها ليمور نوار فهمتني. دكتوري نلقى نمشي اكثر من ليمور نوار، انا اكثر من ليمور اللي هو مباشرتية بيان مباشر واحد وكذا. اي سي سلاح نعرف فما عمل ما خلصتش فيه لتوا، خلصت ولا ما زلت ما خلصتش؟ هما كلهم مازلنا ما خلصناش فيه. شنو الكلهم؟ مش كان عمل برك معناها مازال في حاجات في توجور نخلص بعد رمضان احنا معروف. ليه مش نحكي على السيزون هذيا نرى؟ نحكي على عمل قديم فرش فيك في حوار. اي سابقا فما عندنا عمل ما خلصناش فيه بكل. اي جوست ما نحكي على العمل هذاك ما عرفتش كنت حاب تقول اسمه. نو ما وفاش سي دو باسي وفات الحكايه. شمعنى معناتها ماكش باش تخلص؟ وداير ما عادش تهمني، ما عادش تهمني الحكايه برشا معناها فهمت؟ ما عادش تهمني بالحق، ما عادش تهمني الحكايه برشا. عنده برشا عوام هو سي سلاح؟ جو نسي با، يمكن عنده حاجه كيما 5 سنين 6 سنين بالتالي حاجه هكا. 6 سنين كمان طالبته في 6 سنين. تعرف علاش انا ذكرت العمل هذاك سي سلاح؟ خاطر في البريد هذايا فما برشا ممثلين اطلقوا حتى هاشتاج يطالبوا باش يخلصوهم اللي يمثلوا في الفرقه 27، يطالبوا القناه الوطنيه او المنتج باش يخلصهم. اي دوبي لا 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 ومن وقتهم انا قبل هذاك برشا يا ودي ما عادش لوجه حاجه تعديت عليها. انا بالنسبه حتى تعديت عليها عام ونص ما عادش لوجه عليها. حقك هذا يا سي سلاح، عام ولا سته ولا حتى 10 خدمت لازمك تخدم. معناها فهمني هذاك هو اون بو با. مالوغوزمون مالوغوزمون خاطر تعاودت تحكي عليك انت سي سلاح مصدق على عديد الاسماء اللي توا خلصوا في اعمالهم القدم وكانه ولات مش ظاهره، هي ما كثرت اليوم الممثل يخدم يخدم يخدم. لا عباره على ولات ظاهره على خاطر ناس ديما تعمل فهمتني تدخل في اعمال فهمتني كوبي زيرو وندرجنيه واحد وكذا. مثلا انا في الكوبي زيرو عمري ما ناخذ فلوس، ما نجيش نقول له خلص، نقول وقت اللي فهمتني باش تبيع فهمتني واحد وكذا وقتها خلصني. ورغم هذاك فهمتني يتروف لو مويان يبيع وباش ما يخلصش تو سامبلومون للاسف الشديد. معناها هذه تدخل احنا في تربيتنا واخلاقنا وما نحبوش فهمني. على كل حال سي با غراف مش مشكل. سي سلاح الممثل القدير فرحانه برشا بالحوار معاك، وكل مره نفرح حتىك تجي معايا وبالتوفيق ليك ان شاء الله ديما متالق. شكرا ليك سي سلاح. يعيشك 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 نورتنا. يلا باي باي. دونك ليلتك زينه.